شوفي هبعت شوفي لك ليه ما عم ترد. ما 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 عم بسمعك، انت عم دق من سجن، مش مشكلة ما يعطيك العافية. توخزني. دخلك جورج وين؟ جورج وين؟ ما قال لك وقت اللي قال لك تجي محله وينه؟ لا قال لي بس خاطفينه لجورج، خاطفينه؟ خاطفينه طالبين فدية 100,000 دولار. شو؟ اي ولا والحل؟ الحل ماشي، ما معي 100,000 دولار اصلا ادفعها، يعني عم بتفاوض معه، نزلتهم لل20,000. 20,000 دولار منيح. 20,000 ليرة. 20,000 ليرة؟ ايه بس بعدنا عم جرب اتفاوض معه نزلهم بعد، او ساعتها بدي اشوف انه بركي مثلا بدفعها انا وبخصم له اياها لجوز، ببقى من غير حلقات. هيك ازبط شي، او لك بس مهم يرجع الصبي. ما بعرف انا، يعني 20,000 بعدني ملاقيها انه لا كتير كتير كتير. شوف شو بتعمل. فينا نبلش؟ بلش. تحية لرابعة زياد. مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير شباب. انا عن جد بفقد لجورج. ما هيك اعطيني 20,000. بعدين 20,000 ليرة يا ويلك من الله، يعني عم تتعذب اذا بدك تدفعها. لا بس انه بتعرفي ظروف غلا وكذا، ما بتعرفي 20,000. ما يهمك يعني. خلص ال 20,000 مني، الله لا يكسر حدا. زيديهم 5,000 بس، المهم يرجع جورج لانه هو الجو بالحلقه. يعني بعرف شو قصدك. شو قصدي؟ عم تلطشيني لإلي شيء. أنا حلقتين ثلاثة رح يصير جورج قاعد محلي وأنا هيك. طب خلينا بنرجع بنراضيك بعدين، خلينا نبلش بحلقتنا ونستقبل أول ضيف لليلة. بزمن صار فيه الغرور صفة كتار من الفنانين والمشاهير، بقي هو متواضع وما ترفع عن أصوله، هو اللي عاش مبادئه أكثر ما حكي عنها. ليلة بنستقبل ضيفنا الفنان، نقول القصة. مالك يا صبايا بلادي، غنجك دلالك سحرك فوق العادة. زحلاوي أصيل، بيتوتي أصيل، وفنان أصيل ما بيزيح عن مبادئه وخياراته. الفنان نقول القصة اللي بيولع المسارح بالوطن وببلاد الاغتراب، مين اللي عم بيحاربه؟ اللي عم بيطالب بحقوق الرجال؟ وشو قصته مع صيبات العين؟ حبك جنني والله، عقل اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. قبل ما اسالك عن حقوق الرجال، جايب العده؟ عندنا شويه تصليحات هيك بالاستوديو، ايه. كان شغله خربانه في المنشار بس عم سنه وعم بيسنوا. ممكن نغير ديكور الليله، ممكن نحط حيط، نعمر حيط. انت قولي ونحن بننفذ. نغير عالم. لا بتعرف نغير عالم. لا زياد انا ما في نستغني عنه. جايب مقص كمان. مقص لشو؟ لقص الشعر. لقص الشعر. فكرت بدك تقص شيء ثاني. لا اللي بيحكوا كثير يعني قصدي. هلا حسب الظروف. نقولها حتى انت ضد حقوق المرأة، من هيك غنيت حقوق الرجال؟ حتى انت يا نقولها. حتى انت. لا مش ضد حقوق المرأة، بس عم حفز الرجال لحتى يشد لي حاله، لأنه المرأة مكفية وموفية وأخذ دور عظيم. يعني وقت نقول رابعة مهدي حقوقها المرأة وزيادة، يعني اخدي حقوقها على المستوى الاجتماعي. كيف يعني؟ فسر لي لحظة. لما المرأة مثلا، المرأة بمجتمعاتنا العربية واللبنانية تحديدا، بعدها بتتعنف. نعم. نفسيا وجسديا إلى آخره. هذا استثناء. لا هيدي حالة شائعة بمجتمعنا. بتعرفي شو الموضوع؟ جدلي كتير، لأنه بالمجتمعات العربية عامة واللبنانية خاصة، واللبنانية اللبنانية يعني بالأطراف وين ما كان، بتحسي في قمة التحرر، قمة الحقوق، وقمة الظلم. أنا مع قمة الظلم، أنا مع المرأة. الهدف من الغنية قلت مسحة بمحل، في مسحة بأسلوب مسحة، تعمل جدل، تضرب مثل هالأغاني اللي هلأ ضاربة، بنحكي عن المرأة و يعني بنعمل هيدا الجدل بالمجتمع؟ ما في شك انه انا وقت اخترت الكلام اجتمعت مع كمال أبيسي ويحيى الحسن واخترت الكلام، شفت فيه نوع من الجدليه، بس فت بغصت بالموضوع، طلعت انه ما عم بعمل جدليه على شيء ممكن ياذي المجتمع ابدا. عال. انا بدي امشي معك مثل ما انت، مع انه عندي بعض العلامات الاستفهام. هاي الجدليه الاولى، بعدك جاي من برا طازه من جولتك ببلاد الاغتراب، حضرت مشروع مع الشباب هنيك؟
مشروع؟ ايه شيء غنائي او شو حضرت مع الشباب؟ حضرت انا اصلا يعني صار لي فتره مش كتير يعني مرق فتره حضرت باوتاوا مع مغتربين زحالني عملت سيدي اسمه زحلي بالبال حضرناه خلص وصار موجود بين ايدينا هيدا 10 اغنيات قديمه زحلويه وجديده عملناها بالتعاون مع الشباب انتاجا وغناء لحتى تكون عن جد ببالهم زحلي لانه هن صاروا زمان مسافرين وانتجناه وصار موجود بيتضمن 10 اغنيات ومرجعيته ريعه خيري لاهل زحلي العايزين. نسمع هالغنيه؟ يلا يلا. صوت شلال على غمة تربينا يا زهر الربيع يا تاج الجميع رح تبقى الوديع حلم الوعي فينا. نقولة هيدي الأغنية غناها عاصي الحلاني مع الأستاذ الكبير وديع السقف اسمها نعم. الأمانة نعم. ليه صرحت أنه كل اللي غنوا أو معظم اللي غنوا مع الأستاذ الكبير وديع السقف استغلوه؟ ما استغلوه، ما قصدوا يستغلوه، النتيجة هي أكيد لحتى يكبروا أرشيفهم باسم أستاذ وديع السقف. طبيعي بس قلت استغلوه يعني ترجمت على الورق هيك يعني نوع استغلال غير مقصود يعني مش انه عملوا لا يستغلوا بس اكيد يعني كل انسان استفادوا يعني استفادوا اكيد. طب انت شو اللي استفاد؟ هني استفادوا لو بتقدر أكيد. تستفيد لو بصح لك تستفيد من الغناء صح مع صح لي وما عملتها ليه؟ مش انه رفضت لا وكذا يعني انا اول مين غنى وديع الصافي بفتخر بارشيف وديع الصافي وجددت اغنيه من الحان زكي نصيف الله يرحمه وغناء وديع الصافي اللي هي صبحنا وفجر العيد هي اسمها أغنية عودة العسكر. بحب أنا أكرم وديع الصافي ما بحب أتكرم من خلال وديع الصافي. أسئلة سريعة والجواب بكلمة، مقبول مش مقبول؟ تفضل. أوكي، مقبول أو مش مقبول مرة تفتح لي باب السيارة؟ أنه مقبول. أنه مقبول، أوكي. أنه لأنه مساواة وبحب أنه طيب مقبول. مثل ما بفتح لها باب السيارة ممكن امرأة تغير دولاب السيارة للحاجة مقبول. مرة تحمل فرد بجزدانها هيدا العصر، إيه مقبول. مقبول بس ما تخرطش عليك مش مهم، لا حسب المعاملة إذا إذا عم بأذي تخرطشوا. المرأة بس تحصل على حضانة الأولاد حسب عمر معين أكيد. اي عمر؟ يعني وقت هن عم بينشأوا ما في بديل عن الام، يعني هن وصغار لعمر معين ما في بديل عن الام، عن تجربه اكيد. طيب نقولها بدي اياك تطلع بالكاميرا، الكاميرا هونيك، تختار شخصيه تقول مين هي هالشخصيه وتسالها سؤال. شو هو هالسؤال؟ خاطب فخامه الرئيس ميشيل سليمان. شو بتقول له؟ بقول له يعطيك العافيه ويطول بعمرك ومطرحك لا تحسد عليه ابدا بهالبلد وبهالوسط اللي عم بيصير حوالينا وبتمنى ما في عتب ما في عتب بتمنى انه مؤسسه الجيش اللبناني مهما صار مهما صار مهما صار ما تنمس لانه هي مؤسسه الخط الاحمر اللي منحس بشويه كيان بعد بهالبلد من خلالها. يسلم هتم، مكملين معك نقولها، بعرف انك بتدافع عن حقوق الرجال ومكمل والغنيه هلا كل الناس عم تسمعها بالاذاعات ولكن ما بعرف قديه حتقدر تصمد بهالتصاريح قدام لما تيجي ضيفتنا، لأنه ضيفتنا ما بعتقد كتير مع تحرر الرجال، هلا بنفهم ليه منها، خصوصاً المتزوجين. رح نستقبل أنا وياك والمشاهدين ضيفة عزيزة كتير على قلبنا جاي من مصر إلى لبنان، هي ممثلة مهمة جداً وعلامة فارقة بالدراما المصرية والسينما المصرية، بنستقبل سوا نشوى مصطفى. نشوى مصطفى فنانة سهلة تنحب وصعبة تتقلد، مش مهم نوع الدور أو كبره، المهم إنه نشوى دايماً تتميز فيه.
خفة دم بطاقة التعريف عنا ونظريتها عن الحب، الزواج، الانتخابات والغش وغيرها من المواضيع رح نحكي عنها بسهرتنا الليلة عند رابعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كنت بلشتي فيه قبل شو؟ مش عارفة ليه حضرتك يعني حاسة ان انت مش حابب الستات قوي ومتحيز لأبناء جنسك قوي. على العكس، مع ان المفروض يعني احنا طيبين وما يصحش حياتك نتعامل بالطريقة دي. انتوا يعني انتوا أقوى وأشرس وأعنف. لا يا عم، يعني فيكوا كل الصفات اللي فيها يعني حاجات شريرة. رابعة احكي لك كلمة. ما لا أنا مع 100%. إذا هيك وأشرس أنا مع 100%. هيك فيك بالعرض ما حكي كلمة الزلمة بقى. عمل غنية اسمها حقوق الرجال. هلا إذا هو عمل جمعية عن حقوق الرجال اسمها تحرر الرجل، أنت بتعمل أغنية شو بتسميها؟ أو جمعية شو بتسميها؟ جمعية خلينا في بيت أبونا بدل ما الرجالة يقهرونا. حلو. يعني حلو. خلينا في بيت أبونا صحيح بقى، يعني بلاها جواز وكده، يعني كفاية قهرنا في الحياة، قهرنا في الشغل. بس أنت أنا بسمع إنه أنت قهر عماد. إطلاق. مظبوط. أنا نسمة. قالوا لي كتير بتمارسي قهر وقمع عليه. ده أنا نسمة يا حرام. لحظة، شو مشكلتك مع هيفا ونانسي ونوال؟ لأن عماد راجل، فمتخيل مثلا ان نانسي وهيفا وإليسا ونوال الزغبي احلى مني. معقول خيالات؟ لا لا لا، هو مش مراكش شو الخيالات. عارفه ليه؟ عرضتيه على شي حد؟ لان هو شايفني على بعضي، عارفه لو يركز فيا ملموحه هيلاقي حاجه، هيكتشف حاجه حلوه. لكن على بعضي كده ارخمه يعني. لحظه، هلا جدت علينا كمان سيرين عبد النور. سيرين عبد النور دي كمان انا بوجه لها طبعا تحيه. سيرين انا بحبك جدا طبعا. واضح. مش انا لوحدي، واضح. انا وجوزي اصعبها. انا وجوزي بنحبك جدا يا سيرين. وبعدين تشوفي يعني حلف نفسك لانك احلوتي جدا. الحقيقه جوزي اما بيقعد يتفرج مش بيتفرج على الاداء التمثيلي بس لسيرين. انا في مره لقيته مركز جدا وقاعد يبص لسيرين كده وبعدين وصرف ويعمل كده. مرة وخلاص هعمل نفسي مش واخده بالي عشان ما احرجش نفسي. يبص كده جامد. فقلت له لا، في ايه بقى؟ قال له حق. قال لي بصي شايفه علامه الاستفهام. فقلت له يا سلام، كل ستات عندهم علامه استفهام. قال لي بس انت عندك علامه تعجب. ما فهمتش المعنى طبعا او استعبطت يعني. خلاص. فيعني لا، اغنية حقوق الرجال لا تنطبق على زوجك وخلاص، اصلا اقصيه يعني من الموضوع. ما هو بصي اصل هاي كل الرجاله كده. جوزي انا طيب. مش كل الرجاله. انا استاذ موقف التصوير من معروف. اعطيني الساقه من معروف. سوري والله ما تواخذوني. اعطيني الساقه. والله ما قصدي. اعطيني الساقه. عن جد ما قصدي. افتكرته ما لها حدا. اعطيني مدام العزيز. شوفي سراء طلعت انت معك. وين معروف ما بقى حدا يخلص الساقه برا، في كثير حراميه. ايه ده؟ شو؟ تفضل لبرا. يكون في حل. والله ما قصدي. تفضل لبرا. لا لا، انت عملت ايه؟ شنطتي خلصنا من قدامي. يلا كثير هيك. بس انت بتنسرقي بالسوري؟ بتوحي انت انك بتنسرقي؟ عايز اقول لك حصل، مش بتسرق الحقيقه، بيضحك عليا وقلبي طيب. عشان تعرف حضرتك الستات قلبهم طيب. في مره تليفون جالي، من فضلك انت رشا مصطفى؟ قلت له ايوه. قال لي انا محمد ناجي جده. قلت له ازاي حضرتك؟ قال لي طبعا انا معجب بيكي جدا جدا، وانا ما كانش هيبقى في فرصه اكلمك غير لما ابقى نجم. وقال لي انا بحبك قوي وامي بتحبك واخواتي بيحبوكي، فاهم اللي هو وتسمحي لي ابقى زي اخوكي واتصل بيكي؟ قلت له طبعا ده ليا الشرف. فالمهم قعد يتصل بيا مره واثنين وثلاثه. فمره بقى اتصل قال لي من فضلك نشوه، ممكن استلف منك مبلغ؟ فقلت له ما فهمتش. قلت له مبلغ ايه حضرتك؟ قال لي اصل انا في الاسكندريه، في عندنا بلد اسمها اسكندريه يعني مدينه يعني أكيد. وفي واحد فقير جدا في القاهره ومحتاج فلوس مني، فمن فضلك هبعتك للحد ده تديله الفلوس وانا ابقى ابعتهم لك. حلو. فقلت له اصل انا ما اقدرش اروح لحد ما اعرفوش. قال لي خلاص انا هبعت لك حد تديله المبلغ ده وبعدين ان شاء الله ابقى اديهم لك يعني. فقلت لجوزي، قلت له محمد ناجي جده عايز يستلف مني فلوس. قال لي نعم، محمد ناجي بيستلف منك انت فلوس وبعدين مبلغ يعني مبلغ. فقال لي ليه؟ قلت له قال لي هو يعرفك يعني مش منطقي
ان انا اكون لسه عارفه حضرتك دلوقتي فاجي اقول لك من فضلك ممكن تسلفني يعني طبعا. مش منطقي. فقلت له يعني قال لي لا يعني لو 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 طلبت منك مش هتديني يعني طبعا تحت امرك حضرتك يعني من 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 دولار لخمسة دولار ولا يهمك يعني ل 10 دولار يا سيدي. هو حس حاله من اهل البيت يعني من اهل البيت عادي يعني. المهم جوزي قال لي لازم نروح نبلغ الشرطه فاتصل بيا فقلت له بص انا دلوقتي باسم الشرطه وهيجيبوك. فقعد بقى يعيط قال لي انا اسف والله العظيم مش قصدي انا فقير واعتبريني زي اخوكي وانا محتاج فلوس وانا مش لاقي شغل. قلت له طب خلاص خلاص والله رحت قلت لزوجك من فضلك سامحه وخلاص انا هتنازل عنه. رحت عن جوزك لو ما رحت عن جوزك كان نصب عليك المصاري. ما هو ما انا قلت استشير جوزي يعني هو كان منتحر شخصيا. اه مش هو شفتي اهميه الرجال هون كيف دورهم قديش مهم بالحياه. وانا جوزي بس هو اللي طيب في كل الرجاله كل الرجاله مش طيبين. طيب اسئله سريعه شو ردك بكلمه او بحركه زوجك يطلب منك السماح له بزواج تاني؟ علامة تعجب. تركها هي استفهام وتعجب. ما في جواب. ما فيش لا تعليق ده ما فيش ما فيش رياكشن. حسينا لأن رياكشني هيبقى على المطبخ أجيب حاجة حادة على طول. ربحتي مليون دولار باليانصيب. يا ربي هشتري شوكولاتة كتير جدا مبدئيا يعني هشتري شوكولاتة بقى زي ما أنا الدنيا وهوزع شوكولاته على كل اصحابي. ليش لا؟ جورج كلوني طلب منك ترقصي معه. هتكسف من عماد جوزك هيجيب سكين بقى. جوزي اللي هيجيب سكين. لحظه هتتكسف وتتضايق. هتكسف وهتضايق ان انا مش هقدر ارقص معاه طبعا لان عماد ممكن يزعق لي. بس هتضايق وهضعيط شويه وهقول له يعني انت مصر؟ فلو هو كان مصر ممكن استهزم من عماد او اخلي عماد يروح يروح مشوار مع الولاد. انا كل ده بس عشان اغيظ جوليا روبرتس لانها موتراني شويه. اذا زياد قال لك هلا بتعزفي معه على اي اله بتعزفي؟ ده طبله. طبله طبله دربكه يعني. في طبله في دربكه. انا حضرتك بلا فخر اي اله بعزف عليها وانا مغمضه. هيدي الدربكه. ياهو الدربكه دي ده انا بعزف عليها بصباع. خليهم يعرفوا شو يعني دق. علميهم الدق مظبوط. بصوا بقى بس طبعا مش عايزه حد يحسدني. اوكي لا اكيد نقولها ما هيغار منك ان هم بيعرف. الطبله مش اي ماسكه ليها. الطبله الاول تتمسك كده وتجاب كده اهو كده اهو بالظبط بزاويه 45 وبعدين تحط رجل على رجل كده اهو بس من غير ما المايك من غير ما وبعدين تاخد نفس عميق تملى صدرك نفس عميق وبعدين تركز شويه وانت حاضن الطبله كده اهو وتغمض عينك وتاخد قيلوله نص ساعه بس. لا مش نص ساعه كتير عشان المرات ربع ساعه ممكن يخلص خمس دقايق. حد يقولي ان خمس دقايق فاتت. بعد ما تفوق تاخد نفس تاني بس مش عميق قوي زي الاولاني اقل شويه وتروح باصص على الطبله كده. هي فعلا طبله حاططها وتروح رافع الايد اليمين برشاقه وتبص لها وتاخد نفس تاخد نفس وتروح رافعها بزاويه 320 درجه وتنزل بالراحه 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 وتعمل كده اهو. برافو. ثانيه واحده تفضل ثابت كده شويه عشان التاثير ما يضيعش. تروح منزل ايدك ريلاكس تحاول بالايد الثانيه تعمل نفس الحركه لو انت ايسر او اشول وتروح عامل كده اهو ايسر حوا بتعرف ايه ده انه هتلاقي الايد دي احلى من الايد دي لان الايد دي عملت والايد دي عملت اذا الايد دي اقوى. نبتدي بقى يلا نبص بصه ثانيه ونقول ها 1 2 3 يا استطيع
الله الله الله. يسلم ايديك ويسلم هالصوت. وطالما الميكرو بايدك خليه لو سمحت بايدك. شو بنسمع؟ يلا عنا وبيت صوت. بدنا نكرم الضيف نحن. يلا حبيب القلب حبيب القلب حبيب القلب ع قلبي لو انضاف على ألوان أفراحي لو انضاف حبيب القلب ع قلبي لو انضاف على ألوان أفراحي هلا وانضاف جيابي من جنى عمري لو انضاف كفاني من الغنى كتر الأحباب على دلعونا وعلى دلعونا نحنا منحب اللي بيحبونا على دلعونا على دلعونا نحنا منحب اللي بيحبونا كرمال عيونك للصبح بغني خلي النجمات تفرق بعيونا على دلعونا على دلعونا نحنا منحب اللي بيحبونا لا 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 أنا بلدي أنا قلبي متولع فيها محلى أيام محلى لياليها بلدي أنا قلبي متولع فيها محلى أيام محلى لياليها بطلب من الله بعطفه يحميها شو ما بعمل لأ ما بو في ديونا على دلعونا على دلعونا نحنا منحب اللي بيحبونا كرمال عيونك للصبح بغنى أو خلي النجمات تفرفك بعيونا وخلي النجمات تفرفك بعيونا الله 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 الله. اسمحي لي من خلال البرنامج ده أقدم اعتذار. حديث نسوان عم بقول تعون فيلم. نحترم رأيه ونحترم قراراته يعني. عوضي عرفت هبتدي منين؟ لازم اعرف الاول عشان ما توش. يا لا 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 لي حبيبي يا لا لا لي علي مغرب راح ولا يا لا لا لي حبيبي يا لا لا لي
خلاص بس خلاص بس خلاص شعبولة. لا ما هو كفاية لحد كده عشان صوتي في في برامج تانية محتاجة صوتي. انا بهنيك انا بهنيك في في مزيج من من كل يعني نجوى كرم على إليسا على نجوى كرم على مجد على شعبنا عبد الحي على أعلى مستوى أعلى 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 طلعي طلعي لا ليش عشان ما نحبطش الزملاء نشوى أنت بتحبي بيروت جبل وزرع وبحر وناس طيبين أهم حاجة يعني وتحية لمصر ميرسي تحية لمصر أنت بتحب بيروت ونقولها بحب بيروت وبيروت بتحبك وضيفنا بحب كتير بيروت قد ما حب بيروت إجا عبيروت من الجزائر عمل برنامج من بيروت وبقلب بيروت سوا منستقبل الإعلامي الجزائري بلال العربي مثل ابن بطوطة بينتقل الإعلامي الجزائري بلال العربي من بلد إلى آخر ومن تلفزيون لتلفزيون ومن برنامج لبرنامج ولكنه استقر مؤخراً ببيروت وتحديداً بالزيتونة باي لينقل على الهواء مباشرة نبض مدينة بيروت بتنوعها وجمالها بلال العربي معنا الليلة لينقلنا نبض الإعلام الخاص وعلاقته بهالمدينة اهلا وسهلا فيك بلال كيفك؟ يا سهلا رابعه شو اخبارك نورتنا الله ببيروت يسلمك. وبعدنا مع رابعه كيف بيروت اعلاميين بقى مع بعض حلو كثير حلو كثير البرنامج بلال حلو الحياه وببيروت برنامجين لعمله وحده برنامجين لعمله وحده ايه المستفيد هو المثقف اللبناني اكيد لانه برنامجين بيضوا على الساحه الثقافيه اللبنانيه والفنانين اللبنانيين سؤال مختلف يعني انا قصدي مختلف قصدي انه البرنامجين بيشبهوا بعض ومنافسين لبعض وكانه منحس انه هيدول برنامجين هني وليد انقسام المحطه والادارات بالاي انه وليد بن طلال مش وليد هل صحيح هالكلام وهل ببيروت هو منافس او خلق لينافس حلوه الحياه ما خلق لينافس لانه اصلا هو كان برنامج واحد بعد ما صار الانفصال اكيد صار لازم كل برنامج ياخذ هويته وانحسمت الهويه انه ما في فرق بين البرنامج اللي عم يطلع على الارضيه وعلى الفضائيه لانه اي ثينك برنامج كومبليتلي مختلف ما في مقارنه ضيفنا اي ما في مقارنه وابدا ابدا ما في اوجه مقارنه ما في اوجه يعني تقارب بين البرنامجين بتستضيفوا يعني اشخاص عندهم شيء جديد يقولوه ابدا رابعه لانه انت عندك برنامج مسائي برايم تايم في برامج مسائيه برايم تايم على فضائيات الثانيه اكيد انت ونفس الضيوف عم تمر يعني وبرنامج ديلي انا بجيب طبيب نفسي وبجيب فنان وبجيب موسيقار وبجيب وزير هم نفس الشيء فضيوف بتتداول من برنامج للتاني بس كل واحد عنده هويته بس بجيب الطبيب النفسي عشان يعالج الفنان يس بعض الفنانين عبقري لازم لهم كونسولتو كامل يا نشا وحياتك طب اسمحي على كل حال تفضلي اسمحي لي من خلال البرنامج ده اقدم اعتذار عن نفسي وعن بعض الإخوة المصريين اللي في فترة معينة كان حصل إساءة غير مقصودة للشعب الجزائري فأنا يعني اسمح لي حضرتك بالنيابة عن إخواتي في الجزائر أنا بعتذر كان في موقف له علاقة بكرة قدم حصل شيء مشين أنا شايفة أن إخوات يحصل بينهم ده حلو. بس حلو قد يكون النظام السابق له دخل الحقيقة يعني وإحنا اتحمسنا فأنا أسفة يعني أسفة إذا كان حصل تجاوز مني وحضرتك يعني بالنيابة عن الشعب الجزائري أنا بتأسف لك حلو. واستقبالك ليا يعني وإنت داخل الحقيقة أنا قلت أنت ممكن ما يسلمش عليا فأنت اتسلمت عليا بمنتهى اللطف والذوق والأخلاق العالية سلمت أمك فما ينفعش ما نكونش على المستوى ده أنا بحييكي ومنحييكي نشوى على هالكلام الحلو وعلى المبادرة الحلوة لا الحقيقة كمان المبادرة كانت عن طريق التلفزيون المحترم أهلا وسهلا فيكي بس كلمة أكيد الثورات العربية هي اللي
نظفت هيدي الصورة أوكي وعرفوا الشعوب أنه إحنا دايما لعبة في إيدين حكام فأبدا الشعب الجزائري بيموت على الشعب المصري وتربينا على الثقافة ثقافة المسلسلات المصرية والدراما المصرية أنا أعز أصدقائي كلهم من مصر أو بروح وبقعد في مصر إجازاتي بلندن كانوا أصحابي كلهم مصاروة والشعب المصري نفس الشيء بيحب الجزائريين فأبدا ما فيش يعني بس لانه بدي كمل المقابله مع اعطيني النشوة بعدين لك بعد البرنامج ترجعوا بتتسيروا تفهموا بعضكم اكثر اسئله سريعه بلال العربي جاوبني بشكل سريع من وحي عائلتك العربي اوكي الباسبور الانجليزي او العربي العربي اكيد اكيد وجود بليس ذا كوين الباسبور الانجليزي وجود بليس ذا كوين اوكي بحبك بالاجنبي ام بالعربي بحبك بالاجنبي ام بالعربي بالعربي اكيد بالعربي عربي عربي انا اخشيني ام بالعربي ودغري من الاخر دغري من الاخر عربي عربي جزائري ودغري من الاخر دغري من الاخر احنا على طول طيب وهلا رح تغني بالعربي لا اذا حضر الماء بطل التيمم اوكي طيب بعد شوي بركي بنسمع شيء بالعربي بدنا نستقبل ضيفتنا ضيفتنا صوتها جميل وشكلها كمان جميل فما بعرف شو نعمل مع عماد يعني بده يحضر الحلقه ولا لا اذا انت مش بتتكلمي على صوتها جميل وشكلها جميل اللي هو انا يعني اي طبعا ما في حدا غيرك ما فيش حدا غيرك ابدا بس أنا ابدا شايف ابدا علامه استفهام على وجهك والله انا نفسي اي علامه استفهام في اي حته غير انت في ضيفه مرق لنا اياها صوتها جميل وشكلها كمان جميل نستقبل سوا بدريه السيد يرفضني العالم لا يمكن ارجع لك ما لم تربوني صوتها ما بيختلفوا اثنين على جماله ولكن تصريحاتها مش الكل موافق عليها بدرية السيد المغنية التونسية ضيفتنا اليوم تتحكي عن تونس الجديدة وعقدها الجديد واللوك الجديد شو جديد بدرية السيد بنعرفه بهالجلسة سوا انه صوتك حلو ما بيختلفوا اثنين على جماله ولكن تصريحاتك هي اللي بيختلفوا بعض عليها صحيح انك وافقتي واثنيتي على كلام وزير الثقافه التونسي استاذ مهدي مبروك وقت اللي منع فنانات مثل اليسا ونانسي انه يغنوا بمهرجانات بتونس فنانات نحبهم ونحترمهم بالعكس ما عنديش مشكله معهم اما بما انه هو مسؤول شاف اللي يتمنعوا من المهرجان فنحترم رايه ونحترم قراراته يعني ما عنديش مشكله معهم بالعكس بس انه هن فنانات مثلك يعني هن بغنوا وانت كمان بهيدا الخط اللي هن فيه ما حبيت تدافعي ما حسيت انك معنيه انه يوما ما ممكن حدا يمنعني إلي أو يأخذ قرار صحيح فيه. كلامك أما أنا شخصياً من منطلق شخصي مش ما عندي حتى دور وما نصورش كان وزير الثقافة بش يسمع كلامي معناتها أقول لا كل إنسان عنده رأي كرمال بدرية أنه لا مفوت على كل حال أهلا وسهلا فيك بدرية محلوة كتير شكراً شو عاملة ها كيف ضعفتي 20 كيلو هوا لبنان 20 كيلو كيف ضعفتيهم؟ هوا لبنان ها؟ هوا لبنان ايه لا الراحة النفسية أول شيء يعني لو أنا استريحت نفسياً حوصل للمستوى ده ما أظنش أنا مستريحة طول عمري ومش عارف أوصل للمستوى ده اسم الله عليك يا نشوى لا تبارك الله عليك ليا الموضوع ده تحكيت فيه برشا إنه بدرية عملت عمليات تجميل وانا ضد عمليات التجميل ونقولها علنا إيه؟ انه شو مشكلتك ليه شو الغلط التجميل من 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 وجهه نظري انه اذا واحد مشوه يقوم بالتجميل اما خلقه ربي نتصورها احسن دايما لا احنا مش بنعدل في خلقه ربنا طبعا سبحانه وتعالى يعني طبعا كل خلق ربنا كويسه بس اشمعنى انت تبقي اموره كده وحد تاني يبقى امور برضو نص ونص يعني ليه صدقني احلى شيء
احيانا بتقابل شخص يا دي جمع. قمه في الجمال، احلى شيء جمال الروح، احلى شيء جمال الروح والله العظيم. ليه بالحق والله احيانا جمال الروح هو اللي يطغى على الجمال. بقول بس ايه حديث نسوان عم بقول تعون فيلم. الرجال منهم معنيين بعمليات التجميل، اول ناس عم يعملوا تجميل. هلا التجميل صارت موضه موضه وصارت بس المبالغ فيها. من يعني وين من خارج؟ المبالغ مش مقبول، يعني المبالغه فيها مش مقبول. يعني الواحد بيصير ما عادش بيشبه حاله بس انه الحد ادنى بسيط هيك. ليلى مضيتي مؤخرا مع جرودي ميديا، مبروك. شكرا. وعم تحضري لشيء جديد ان شاء الله. بدريه اسئله سريعه لو سمحتي. بلدين أوكي. سمي البلد غير تونس اللي بتختاريه لا تحسي انه انت بامان. لا دلوقتي بقى، زمان لكن دلوقتي بقى مش حته امان. كوكب تاني. لا بس حقيقه يعني غير تونس القطب الشمالي، ممكن الجزائر لانه بحبها. اوكي حلوه. ليلى حبيتك حبيبتي، اهلا وسهلا. تطلقي البوم جزائري بكره ببيروت. بكره ببيروت. سميلي بلد تنزلي فيه البوم. لبنان. اوكي تعملي عمليه تجميل اذا اضطريتي يوما ما؟ فرنسا ممكن. اوكي باريس. يعني هتعملي اهو وملعده بصوت تقولي لا اعمل تجميل. وهاتي بقى لك ساعتين. لا شكلك كده، شكلك بقى بخبرتي انا هعمل عمليه تجميل. هلا انا رح هلا افحصها شويه. تاخدي لحن بلد تاخدي منه لحن؟ تركيا. تركيا. سمعينا بنقول حبي ايه اللي بدك اياه. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه. حب ايه، حب ايه، حب ايه اللي انت جاي تقول ظلموا ليه.
دايماً معاك. انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايماً معاك؟ انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده كده عالحب؟ الله. انا كنت عم بشوفك حلوه كمان. صوتك حلو وانت بتستعبطي. عشرة من عيون الحساد والحسدين. بلال العربي، نعم. دايما بتعمل جلسات تصوير بنشوف هيك الصور كثير حلوين، بتهتم باناقتك وبشكلك. دايما بلاحظ الصبيه خلفك بالصوره او لا؟ ليه مش حدك؟ ليش مش قدامك مثلا؟ لا في حد. ايه في حد. ممكن تقول اول حرف من اسم ال... لا عن جد، شو المغزى؟ صاد. صبيه. صبيه. شو المغزى انه مثلا؟ لا ابدا، هو بيكون بس موضوع ال فكره يعني. فكره. ايه؟ فكره. مش فكره هي. طيب رجل. بس حلو الواحد رجل يخلي للصبيه بس وراه. مش وراه. حدود وامكانات جنبه. على كل حال، وراء كل رجل عظيم امراه، يعني ما في مشكل. أكيد. يعني نحن بنعرف قد ايه بتهتم باناقتك، قد ايه يعني صورتك مهمه بالنسبه لك، مثل ثقافتك. يعني بتعطيها اهميه كما بتعطي اهميه لثقافتك ولمعلوماتك. ضيفنا طبعا هو صانع جمال، هو صانع ملابس وللاناقه، لتعدد حدود الملابس وصلت للسيارات، يعني لبس السيارات. كيف يا نشوى؟ هلا بنعرف منه، بنستقبل المصمم وليد عطلة. بما انه الموضه بتتعدى الملابس، قدر المصمم اللبناني وليد عطله انه يوقع اسمه على اكثر من عمل فني، اخر بصمته على سياره رولز رويس. وليد عطله المقيم خارج لبنان، شو بيقول عن العالميه بتصميم الازياء؟ وهل شهره المصمم من شهره النجوم اللي بيلبسوا تصاميمه؟ وليد عطله، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. نورتنا ببيروت. انتم منورين. اهلا وسهلا فيك وليد. وليد، بدي اسالك، شهره المصمم هي من شهره المشاهير اللي بيلبسوا تصاميمه؟ هي اعلان ثاني له، او اثبات وجود. اثبات وجود، مش تصاميمه فقط هي اللي بتثبت وجود؟ لا، ما هو كمان نشرهم، لان العالم كيف بدها تشوف تصاميمه اذا كان هو مخبيهم؟ ولكن اذا لبسوهم حدا مشهور فبيكون عم بيوصل الرساله للعالم، وهيدي كمان سيف ذو حدين. يعني ممكن يعجبهم يمكن لا. عندك تعاون قريب مع جينيفر لوبيز ان شاء الله؟ اي. انك تغير يعني قبل ما تتصل من جينيفر لوبيز، اساليها على علامه الاستفهام، هل دي بتاثر في التصميم؟ التصميم اكيد. اصل جينيفر لوبيز علامه الاستفهام واضحه كبيره. نسيتيني شو كنت بدي اسالك عليك. من المشاهير او المشهورات والسيدات الى السيارات، رولز رويس لما غيرت وانقت مزيد، يعني اضفت مزيد من الاناقه على سياره الرولز رويس، شو اضاف لك سجلك الفني؟ طبعا انه هلا انا صرت يعني
بمحط انظار اكثر، لازم ادرس خطواتي اكثر. يعني من بعدها اجت سياره ثانيه لحتى تتعاون معي، مثلا رفضت لانه وصلت للروز رويز، مش معقول اخذ سياره صعبه بعد هيدا الشيء. رنودوز رنودوز هلا دعايات على الماشي سانك يعني خطواتك طبعا لازم تكون مدروسه اكثر. وليد بيقولوا لما يحكوا عن فنان معين او عن انسان معين بيقولوا هو من قماشه معينة، بيقولوا قماشته نظيفة، قماشته هيدي يمكن نقولها بيفهمها كثير شو بقصد. بدي اذكر لك بعض الاسماء من الفنانين الكبار بالعالم العربي وتقول لي من اي قماشة هن. من فضلك وانا اعتقد انا مخمل اورجانزا هلا من مرقك، هلا من مرقك نشوى ما يهمك. كشمير شيرين. شيرين الصوت يلي انا كثير بحبه بنطرب عليه، والنفسية الرائعة العادية اللي هي شيرين عبد، فينا نقول حرير هندي مثلا، شيرين عبد الوهاب حرير هندي مخمل مثلا فرنسي، حرير طبيعي ولو حرير طبيعي كشمير لا حرير طبيعي. نوال الزغبي، نوال الزغبي هي الشخصية الكلاس التفتة هندي نشوى مصطفى لا حضرتك استنى بقى، يعني ركز معايا انا شويه عشان في ناس بتتفرج يهموني هيسمعوا كلام حضرتك. انا رح طلع لنشوى مصطفى ماشي جديده اسمها خفه الدم. الله حرير اسواني مثلا اسواني حرير خفه الدم. هيفا وهبي، هيفا وهبي ماشي الناعم كلينكس روعه مش مخمل مش لا لا شيفون شيفون ما تخليني شيفون مع هاي طالما فيها جاذبيه واثاره. حكينا هيك شيفون وجاذبيه وجمال واثاره ولطف، بدنا نسمع كل هيدول بصوت واحد هو صوت نقولة على راس ما هيك على راس. يلا في شيء في شيء بتحبي هيك انت على ذوقك روقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبري، نحنا صار بدنا جمعي طالب بحقوق الرجال. عملوا من حقوقن قضية لا راقوا لا هدوا البال، رضينا ومرقنا لن هي قلنا طيب ماشي الحال. رقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبري، نحنا صار بدنا جمعي طالب بحقوق الرجال. رقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبري، أنا صار بدنا جمعي طالب بحقوق الرجال. هلا لا 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 بقيت شغلي ما عملتوها قلبتو فيها الموازين، والشاشة تحتليتوها عم بتقولوا مظلومين. بقيت شغلي ما عملتوها قلبتو فيها الموازين، والشاشة تحتليتوها عم بتقولوا مظلومين. كبرتوا نص علينا علينا ما بتردوش وما سوينا، بتريدوا نكتف ايدينا ونصفي بالبيت خيال. رقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبري، نحنا صار بدنا جمعي طالب بحقوق الرجال. رقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبري، نحنا صار بدنا جمعي طالب بحقوق الرجال. هلا لا 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 انتو من بدء التكوين ورطونا بحالكن، مشينا معكن يا حلوين ما منكفي بلاكن. انتو من بدء التكوين وردونا بحالكن.
مشينا مع دنيا حلوين ما من كان في بلدكن انتوا النص التاني النا النا ما بتكافوا شو ما عملنا ست بتخلق تتكملنا وبيموت عليها الرجال رقوا يا حلوين شوي جننتونا بهالخبرية نحنا صار بدنا جمعية طالب بحقوق الرجال يا حلوين شوي جننتونا نحنا صار بدنا جمعي ضالب بحقوق الرجال صراحة الهجوم اللي أنا شنيته قليل ما بحب واجهه بالطريقة اللي واجهني فيه ما أحتاج تبرسي بعدنا معكم مشاهدينا بعدنا مع ضيوفنا الكرام واللي الأشخاص اللي ما قدروا يتابعوا هالحلقة واللي حابين يرجعوا يشوفوها بشوفوها على الفيسبوك وعلى تويتر اللي عم بيمرقوا أمامكم على الشاشة أونلاين كمان بشوفوا الحلقة وهلأ راح نشوف تصاميمك حكينا عنها وليد للتصاميم بس بدنا نشوفها هيك نشوى بدها تغذي نظرها بالتصاميم وتشوف أي فستان بيليق فيها ما هيك إن شاء الله لازم تعمل دايت بكرة نشوى على طول دايت بلشنا بالغلط إيه ده دايت هلأ نشوى بتعلقي أنت دلوقتي قدامنا فستان من اللون البترولي الواسع الحلو لابسها واحدة طويلة طويلة قوي شعرها ناعم واصفر والفستان فيه فيون كان من الحته دي سوارفسكي سوارفسكي زي ما هو قال وبتلمع يعني تحس انها بتبر شويه والبنت بتلف دلوقتي وماسكه الفستان بايديها ماشيه لسه ماشيه علامه استفهام مش واضحه قوي البنت مشيت البنت اختفت عن الانظار بتروح داخله علينا بنت ثانيه احلى من الاولانيه اطول ارفع ارشم لابسه فستان اسود بيلمع في ترتر كده وفي حته ديل صغننه قماش من النوع الايه؟ قماش النوع الدانتيل النوع الدانتيل مع الشيفون مع الشيفون مبطن بالاورجانزا مبطن بالاورجانزا في فيونكا وسكين كالر وسكين كالر سكين كالر من تحت okay. عشان يبان كانه حاجه مش مؤدبه يعني هو في الحقيقه قماش انت ليه بتغيري؟ لا انا بدي اخد التعليق مظبوط حبيتي ولا لا؟ حبيتك وبحبك نحن واقفين بالبريك هيك عم نتحضر لنشوف هالصبايا الحلوين كان بلال واستاذ نقولة وبدرية عم بهيك عم بحضروا لشي في شي مؤامرة سماعية شي حلو بدنا نسمعه شو؟ ايه ايه شو ايه ايه كنت ناسي ها؟ يلا بلش يا استاذ بلال يلا بلش بلش بنتقل لعنا بلال كمان في يوم وليلة يوم وليلة جدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة انتهى أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما شاغلني طيبه عمري ما شفته ولا قابلته شاغلني لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 الله الله
كله تكريم لإلك يا ست نشوى، كله تكريم لإلك. نحن غرنا بس هلا بدك ترجعي تعلقي. حضري نفسك. لا كمان ده في تعليق هيبقى يعني تعليق مبالغ فيه شويه. ده ايه يعني تعليق مبالغ؟ فستان ذهبي. هو دلوقتي بيدخل فستان، ارجو الساده المشاهدين ما يركزوش فيه، يعني ما يركزوش فيه خالص. فستان للاسف طبعا هيدا كله شغل ايد. هو ما لناش عامل ايد، احنا في الرجل دلوقتي. مفتوح عند الرجل، مفتوح فتحه دسمه شويه، مفتوح فتحه يعني مبالغ فيها حبتين. لا هيدي بت يعني بتعجب ناس لكن ما بتعجبش ناس تانيين، لان الناس اللي في البيوت دلوقتي هيركزوا في انا تعجبني. تعجبني طلته الظهر مفتوح شويه كتير، وفي حسنه في ظهر البنت اللي بتعرض. حلوه الديزاين. الاولى بتعجبه. انا بتعجبني. حضرتك المنظر ده، المنظر ده عجبك؟ هكذا نحصل على حقوق الرجال. فستان تاني دخل. حلو. يا ربي بنفس الفتحه بنفس المكان. فتحه جانبيه. فتحه بنفس المستوى. فتحه سقف. برضو من النوع الذهبي اللي بيبرق. شغل ايد. كله دي شغل ايد. احجار كريستالز. حلو. مع شغل على الايد. كريستالز ده؟ هيدا الاحجار الاليمنتس الجديد من سوارفسكي. ماشي اتاكد. هذا اليمنت جديد من سوارفسكي. ايدك ايدك ايدك. احجار فعلا. صدق شفت مع احجار. اوكي. هل ممكن حد وهو بيتفرج يقوم نشوى يمسك القماشه؟ نشوى انت انسرقتي بمسلسل الشركه. انسرقت فساتينك. بس انا عايزه اقول حاجه. هلا هيعوض لك ولا هيرجع لك شي خمسه فساتين من العيار ده؟ لا انا عارف هيتلبس ازاي. لا عايزه اقول لك حاجه. لا بنسكره بنسكره بنقفله عاده نحن للزبائن. يعني ونقفله. اكيد. بلال. ايوه. انت اذا بقول لك صندوق اسود شو هيك؟ شو بيخطر على بالك؟ صندوق اسود اول شيء كثير اشياء. طياره وقعت. غير طياره. طب ما تسالينا كلنا صندوق اسود، كل واحد يقول من وجهه نظره ايه الصندوق الاسود. لا ما هلا حتحكوا شيء ثاني انتوا. ايه واحد ما يغشش من اخوه. غششيني ربيعه. الصندوق الاسود اقول لك اهو. هو طبعا في اسئله. الاسئله في عاده ست اسئله، يعني للكل اسئله، خمس اسئله، ولكن رح نسحب ثلاث اسئله. تفضلي او انا بجي لعندك. اسحب ثلاث. ما تغشيش. ها ابدا ما تغشي. اعطيني ثلاث اسئله. ثلاث اسئله اخترت اثنين بيزمتوا. ما فيش اي حاجه جوه. يلا بلشت تغش. اطلع يعني. اعطيني اعطيني السؤال. اوكي خلص انت بتغشي. نقولا اعطيني سؤالين. سؤالين. اعطيني سؤالين. هذا واحد. اوكي شفتي كيف هيك من غير ما ابص؟ بصه كده، بصه بصه بعينك كده. شكرا. اوكي لنشوف. ثلاثة رح ينسألوا واثنين رح يزمطوا من السؤال وما في غش. بس بدي اعطيكم تلميحات يعني لكل حدا حتى اللي ما رح ينسأل. استاذ نقولا عن الاجتهاد بالفن. اجتهاد. بدرية السيد عن اللوك والذوق. نشوى مصطفى عن السلطة والرياسة. وليد عطلة عن التمييز. بلال العربي عن النجوم والأحلام والوردة. أوكي. أوكي. أول سؤال مين او الكون؟ مين؟ مين؟ دا 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 دا. نشوى. بلال العربي. مين مين؟ ايوه بلال. أوبس. كان لك حق تشن هجوم، هالهجوم الكبير اللي شنيته على بعض نجوم الغناء وعلى الكاتبه احلام مستغانمي، لانهم ما شاركوا بالحلقتين المخصصتين لرحيل الفنانه ورده. صراحه الهجوم اللي انا شنيته قليل. قليل. أي. إيه لأنه لما تطلبي أنت من فنان يجي خمس دقائق بس عشان يحيي روح عملاقة كبيرة في الفن، هو هيدا تكريم للفن وهو اللي هو جزء منه. سيدة وردة تربوا عليها الأصوات هذه. سيدة وردة أكلوا من وراها خبز الشباب هدول اللي عم بيغنوا، اللي عندهم أغنيتين وبيروحوا في الحفلات يغنوا 60 أغنية لإلها. شنت هجوم على ملحم زين؟ لا ما شنيت هجوم على ملحم زين. على أمل حجازي؟
لا انا ذكرت الاسماء اللي احنا اتصلنا فيهم وما قدروا يجوا. في منهم اللي مبرر عذرهم مش معه. لا كل انسان عنده اكيد عزره. في منهم عذر. ملحم زين كان عنده عذر لانه كان مرتبط بتسجيل وقابلته في موازين في المغرب واجا اعتذر وقمه في الذوق. اللي ما كان عذره معه يمكن هي بنت بلدي احلى مستغنمي اللي هي انا بلومها اكثر من اي حدا ثاني لانه كان عندها انشغال اجتماع مع دار نشر. فأنا قلت يا ريت لو بنت بلدي كانت خصصت 5 دقائق وإجت بركي البرنامج مثلا ما بيلفتها أو ما بتلاقي حالها بهيك نوع من البرامج. هيدا تكريم لرحيل فنانة، هيدا مش لإلك أنت، أنت مش نجمة. طب بركي هي بتعبر عن حزنها بترثيها بمقال ما بمجلة ما أو اتمنى ذلك. يا ريت انا عم بسأل يعني. يا ريت لا بالعكس وانا شاطرت هيدا الشيء. لا سيده احلام مستغنمي طبعا من بعد انا اتصلت فيها وكان فينا اتصال لانه الصحافه الجزائريه شنت هجوم عليها يا حرام وكانوا كتبوا كلمات على لساني لان انا كل اللي قلته في البرنامج انه تم الاتصال بسيده احلام ولكن هي اعتذرت لانه كان في عندها ظرف عمل. إيه؟ فكنت اتمنى لو كانت تجي. ايه انت لكن ما هم انت إيه؟ كنت عم بتنكوز يعني بهالشيء. بس انا غيرتي على هالسيده اللي اعطت كثير اللي بابها كان مفتوح للكل انه في يوم اللي تتوفى تلاقي بس يعني سوري يعني جنازتها في الجزائر بيروح لها بس حسين الجسمي من كل الفنانين العرب شويه صعبه. الاخوان المصريين كانت من 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 اروع الاشياء اللي عملوها طبعا في مصر اعطوها حقها لانه مصر ايضا يعتبر بلدها فهيدا لا غبار عليه ولا الوم اي فنان من الفنانين المصريين لكن الفنانين الثانيين انا اكيد لليوم بعدي الوم انه ما حدا فيهم تواجد لا في العزاء ولا في الجنازة. ألف رحمة على روح الفنانة. ألف رحمة عليها طبعا هي راحت لأنه أكيد أكيد هذا ما رح حتى لو إجوا كلهم مش حيرجعوا لنا إياها بس هو كان هي لفتة. إحنا فتحنا الهوى ساعتين كان لو حدا إجا ما كان عنده وقت يروح للكوافير ولا يحط مكياج يجي بعوينيته بيقول كلمة حلوة في روحها ويرجع يروح. أنه حتى في العزاء مش ضروري نعطي 10,000 أو 20,000 دولار عشان الناس تجي تقول كلمة حلوة في روح حد. السؤال الثاني نشوى مصطفى؟ لا مش لإلك. نقول القصة. نعم. مؤخرا عاصي الحلاني صرح انك ما اجتهدت كفاية. انت رديت على تصريحه كمان مؤخرا انه هو بيعرف انت نقوله كيف اجتهد بس كمان انت بتعرف هو كيف اجتهد ووصل. كلام مشبوه. ايه باحد المقابلات مع نيشان. ايه مع نيشان هو قال هيك انت رديت مؤخرا ما رديت انا السؤال. ايه اكيد اكيد بس شغلي انا ما اعلنت ولا قلت لمجرد قال انه ما اجتهد سؤالا عن رفيقه. حكيته قلت له شو الديفينيسيون تبع الاجتهاد تعريف شو التعريف تبع الاجتهاد او شو بتقصد. قال انا مش قاصد وحياتك استاذ مش قاصد لو قلت له لا لو قصدت تفضل انه تقول هيك شغله وتكون مش قصدها يعني لانه فيها اتهام مش مزبوط. واذا في حدا اجتهد بالفن انا بعتبر اذا مش انا اولهم اذا مش انا منهم انا اولهم اللي اجتهدوا بالفن وكانت طريقهم شوي صعبه مقارنه شو صار معه هو وبتفاصيله. هلا هو كيف اجتهد انا مش واجباتي خبرها على الهواء ولا اقول على الهواء. يعني هون انت حطيت شبهه حطيت علامه استفهام نقولها نوع من اذا بدك ناقوس معين انه قبل ما ينحكى من قبل اشخاص من شايفين ومحبوبين ومعروفين بحق ناس من شايفين ومحبوبين ومعروفين ونضاف واجتهدوا تنزين الكلمه قبل ما تنقال على الاعلام مع احتفاظي بالتفاصيل رح خليها هيك لانه انا ما بحب واجهه بالطريقه اللي واجهني فيها. مع احترامنا لرايك ومحبتنا لك ومحبتنا للفنان كمان عاصم الحلاني ويعطي العافيه وفارس الاغنيه اللبنانيه ويعطي العافيه بس هيدا شغلي اخذت شوية لغط يعني. السؤال الثالث هو بدرياء لا مرتاحه على وضعك انت نشوى مصطفى ايوه سؤال لحضرتك نشوى ما بدك لحكم الدين ولحكم العسكر أي حكم أخطر عليك كفنانة؟ كلنا مؤمنين
كلنا إيماننا هو علاقة بيننا وبين إلهنا ربنا. أنا لا أقبل أنك تحكم على مدى صدقي في علاقتي بالله، لأن الله إله واحد هو اللي هيحاكمني. هتحكمني سياسيا أو مدنيا فوق دماغي. هتدخل دين في حكم؟ لا. أنا بس أنا عنا يا حكم دين يا عسكر، شو بتفضلي؟ في اللي حاصل يعني؟ صحيح. قد أمتنع عن التصويت. نسندوق الأسود للبياض، إن شاء الله بتكون كل حياتكم بيضة. ونشوة طلبت منك بالبداية نقولها تبلش بشي لبناني، هيك بلشت بتدلعونا، بس بدنا هيك أكتر تتعمق تاخدنا على أعمدة بعلبك، على صوت وديع الصافي، عن زكي الله. نصيف، يعني بدنا هيك شي، ما هيك؟ اوفا 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 جاروا الحبايب علينا وعلى الهوى جاروا بالحب كانوا لنا والغيرنا صاروا عصافير بيتجوانحهم عايدينا عنهم سألنا الوفا قال الوفا واشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا الله كبير يا حبايب رح نبنا سوا غبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوا الله كبير يا حبايب رح نبنا سوا يا هلا يا هلا طلوا طلوا نجوم نجوم عم بهلوا بالحلا زادوا حلوا نغمشات الهوى يا هلا يا هلا يا هلا بالحلا زادوا حلوا نغمشات الهوى اشتقنا كتير يا حبايب ردنا سوا الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا جبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوى الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا لاي لاي هلاي لاي لاي لا لا لاي لاي لا 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 لاي لاي لا لا لاي لاي هلاي لاي لاي لا لا لاي لاي لا 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 يا هلا فرحنا فرحنا ورف الطاير بجوانحنا كان غيابكم جرحنا حل رجوعكم توا يا هلا يا هلا يا هلا كان غيابكم جرحنا وحل رجوعكم توا اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا مهما يصير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا غبتوا يا حبايب مهما يطول هالنوى الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا الله عليك الله بفكت زر الورد وجيت شو بدنا زاهي يعني انه مش قاصد check. باسم الالف دير من فريق الاطرش مراحب الشباب ساري صباح كون زميل اليوم يا 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 من الطبيعة تعمل فوضى إذ العشاير مخورة يا ريت الكل شبعان وحيوانات مروضة هيك بتبطل تشوف الطمعان ترك ضفيره مروصة لينقطع أولاد الفزعان طالعين من صف الروضة
كب حرام بين افراد جيل النهضه بيستغلون هن وفراخ بيحضرون للثوره عبر جلسات غسيل دماغ بلاش مع كل دور التعليم انت تقسيم الحل مع انه اكبر غلطه بيطلع من الصف مشحون وراسه مضوى اللي بالوجه مسكر عطوله فيها تكون منورة قاعدين عم نرسم خطوط تماس تما نفوت ببعضنا طب شو دخلني صاقبي تجينا على نفس الكوكب نضارب ع بعض مثل سوق السودا تع قله يطريها بيفكر ان من خوفك بتعلى نبرة صوته فبتعلى نبرة صوتك هلا تع مين نوصل لنعرف كيف نتحدث شو ناسب لبنان لعناد عنا مقدس والاهم من هيك ان بهمه يكون الحدث قد ما الروس عم تكبر السقوف عم تتبخش انتبه عم بجمل كل واحد بلبنان بخش ان كان عربي فرنجي او مبندق من اثنان بعضه بيقعد معك بيتغدى ولك كيف هيك شو نسيت قديه من حصتك لقمش 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 خي انا حابب بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم الإجابة فما عم شوف الا سلب قدامي شو سلبي كيف صار مثل شي سلب الهامي ولك خي انا حابب بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم الإجابة فما عم شوف الا سلبي قدامي شو سلبي كيف صار مثل شي سلبي الهامي اسمع الاحسن بطاريه ضحك على المعترين قالوا العلماء هي بتضاين سنين وسنين باتقان على العلام صرت لحزب بلا علام لكل هو امان عخي طبك مسلان انا بحس لعيان واذا رجعت انت المسؤول علنان جهدك مبتزل ومش مبذول عليك ملزقك بقى عتيبك مبذول مبسوط فايت عالجامع لا تزور المفهوم انك من جانب مبين معتوه مبذور مبتوه الا حول العيوب مجبور فاني جبرني سمي المعيوب لاني زلمي عايش بعجلي كاني اني بالفايت بحلبي مستعمل قلمي ممثل بلد جندي مدني حضرت فالعصيان المدني ان شاء الله ما حيكون الا بسببي بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم الإجابة فما عم شوف إلا سلبي قدامي شو سلبي كيف صار كل شي سلبي إلهامي أنا حابب بلدي ساري صباح وقد أهلا وسهلا فيكم من فريق الأطرش أنتوا أربع أشخاص ما هيك؟ نحن أربع أشخاص اثنان أمسيز بازيست وبيت بوكسر هو بيعمل إيقاع بيتمه ليه فريق الأطرش؟ فريق الأطرش هيدا عادة فايز بيجاوب هيدا السؤال بس حقلك ليه نحن منمثل الفئة اللي انطوشت من الفساد وكل العجقة اللي عم بتصير بالبلد فنحن سمينا حالنا أنه فريق الأطرش لأنه مندلع هول العالم المطوشين يعني من المجتمع والخراب اللي عم بيصير فيه طرش فيه. أحسن يعني بيكون بهيك حالات طرش يعني أحسن هالقد في فساد سمعي يعني فيك تقولي نحن بديل عن أنه نقدم لك موسيقى حلوة تنسمع لهول اللي انطرشوا من اي شيء عم بيسمعوا وعم بيصير معهم عم تحضروا شيء هلا بمتر نعم. المدينه شو هو هيدا الايفنت هي الليله اللي هي ليله شعر اسمها حكيلي ليله شعر مين بيقول شعر كذا بجيب كذا حدا من اللوكل سين من فيك تقول انه اللبنانيه معظمهم ومعظمهم هيك انه they're young يعني شعراء شباب شعراء ورابرز وبيلعبوا راك بيلعبوا موسيقى ارتجالية فبجرب يعني فيك تقولي طلعت الفكرة كرمال اجمع ارجيهم انه الراب الموسيقى مش اللي لازم يخافوا منه عادة طالع على الراب صيت محله طب عم تستعملوا السهل الممتنع والامثال اللبنانيه ساري بتعملوا رقابه ذاتيه على كلماتكم على شو بدكم تقولوا اجباري يعني بتعرف نحن بوضع انه اجباري بتضل في شويه قيود على الحكي ما فينا نطلع مجبورين مش مقتنعين مش مقتنعين بس لكي بالايفنتس اللي بتصير عنا اللوكلي بتلاقي شوي ما في قيود ونذكر بس المشاهدين حكي لي بمترو المدينه ب 29 الشهر 29 الشهر وحاطلب فيها الالبوم الي كمان ونحن دائما معكم اهلا وسهلا بالجميع دائما معكم وقلكم وقلتوا للناس عم تقدموا شيء كثير حلو لانه يعني من قلبنا كل التوفيق لكم شكرا كثير نورتونا بالبرنامج كنا عم نحكي عن شو لوين رحتي كنا عم نحكي عن الشعر عم بيقول شعراء شباب طبعا انت من ضمنهم يعني من ضمن شعراء الشباب انت بتكتبي شعر ده ملمح تاني بس ما يعرفوش غير اصحابي القريبين جدا لانه مش شبه الشخصيه اللي متصدره للناس يعني دي حاجه منطقه خاصه يعني انت والكاميرا وكلنا سمع تفضلي من عيناك عيناك دروبي النظر إلى عينيك هو كامل غفران ذنوبي علمني النظر إلى عينيك أن أسبح ضد التيار
علمني النظر إلى عينيك كل فنون الإبحار. علمني النظر إلى عينيك كيف يكون هناك حوار. حلو كتير. تمك ست أشواء. حلو كتير. طبعا حضرتك اللي قدامي حسيت كله طائش في زيادة. كله لإلك هيدا، انتبه كله لإلك. بس ما بيمشوا على عيني. كله عينيك. انت بتغني اكيد دايما، يعني كثير بنحب نسمعها منك بحلفك يا غصن، بالغصن يا عصفور. هلا عصفور جاي. عصفور جاي. بتعرفوا العصفور؟ عصفور. بس هيدا غير عصفور، غير اللي بتغنوا له ولا تغني له، سوا بنستقبل عصفور. يا هلا بعصفور. حاطط وردة كمان. بونسوار. بونسوار. يا هلا يا هلا. يا هلا يا هلا. هدي لي بالك شوي على البيت. هدي لبالك شوي على البيت. هدي هيدي جاكيت دبل فاس اول سيزون. مس اندرستاندينج. مين داوود؟ عطيات الحمامة على الخط. هذا المفتاح والقفل كبيناه بالنهر. والوردة لمين؟ كان لازم تفتح. مع السلامة عصفور. مع السلامة. مع السلامة. شو وردة وشو هيدي؟ ايه هيدي مطرقة. مطرقة. الله الله. بس ما بدنا زاهي، يعني انه مش قاصد انه اسمح لنا زاهي. معلش معلش. دبلانة دبلانة قصدي. ميرسي. ويلكم. بس شو قصتها هيدي؟ الوردة؟ في قصة على الوردة. في؟ بس هي خبرنا. هي مفروطة. اوكي. بأحد المهرجانات بقى انا وفايد بالحفلة من برا، يسعد مساكن يا حبايب قلبنا، عم غني. طلعت على المسرح في عجقة هيك صبايا وشباب قدامي، قلت الفرح نحن التقينا. فاتح تمي هيك وحدي لقطة وردي، فكت زر الورد وجيت شمتني. انا عم غني نحن التقينا، اوب صرت فيها طو شي بدي غني، شي بدي اشم الدهب، شي بدي تف، شي بدي على شي سبع ثمان دقايق العالم كله سوا والفرقة الموسيقية لحتى نقدر، وعلى عشر دقايق بعدين لاقدر غني. اجت زر الورد بنص تمي. انا دي لمسابقة، لمسابقة ما كانت ما نشنش فالحة، نشنت يا فالح. بدرية شو الخبرية؟ كان بابا بيشتغل بمعهد، فاخذ الطلبه الحفل اللي بيغنوا، يعني المواهب بالمعهد اخذهم لحفل كثير كبير، مهرجان الجم الدولي، هذا قصر الجم قصر اثري. وانا كنت صغيره فقلت له بابا نحب نمشي معك. وقتها سمعت صوتي لاول مره، انه انا بغنيش 12 13 سنه، فقلت لهم بدي اطلع وغني. وهيك في اغنيه تونسية اسمها العين اللي ما تشوفك شيء، كنت شارحة الجاكيت حطيتها هون وبسأله بدرية، رعبت لأول مرة، لأول مرة رح اطلع ومسرح مليان، دغري لبست الجاكيت، الزر الفوقاني تحتاني والتحتاني فوقاني، عرفت انه بالعكس، فطلع شكلي مسخرة. طلعت على المسرح عم بغني والجمهور هيك عم يضحكوا، انا انه عم غني مبسوطة يضحكوني. بابا يا شو هاي، شو هالانسجام؟ وبابا يعمل لي هيك. بلال يس. شو مفتاح وقفل وشو مفتاح وقفل؟ اي هيدي قصة حلوة وهيك ظريفة. كنت بعمل انترفيو بفرنسا مع السيدة الأولى دانيال ميتيرون، حرم فرانسوا ميتيرون اللي ماتت. بتعرفي لما نحضر انترفيو مع سيدة أولى ست أشهر سبعة أشهر تحضير وأسئلة وما أعرف إيش وهذا. وصل اليوم الانترفيو، رحنا عندها البيت بتحضر أنا نفسيا. بوصل بلاقي إنسانة جامدة، قعدنا خمس دقايق عشر دقايق نص ساعة ست ولا شيء، بطرح سؤال بترد علي بكلمتين، بطرح هيدا بترد علي. فأنا فريق العمل دايماً بقول لهم كده، يعني أنه لقيت مفتاح ضيفي وما لقيتش مفتاح ضيفي، لما بلاقي مفتاح ضيفي أنه خلص فتح الحديث، لما ما لقيتش.
لها نص ساعة ونص عندها في البيت، الست يا دوب عطتني جملتين ثلاثة، مش جمود، كنت حموت مش عارف، عارف حسستني انه انا ولا شيء يعني. طلعنا قلنا خلينا ناخذها في انترفيو، طلعنا نتمشى شوية في شوارع باريس، عم بنلف السيدة الأولى وناس تيجي تتصور معاها وهي لبست لي الجمود ولا شيء. في جسر كده سيو لا سان بباريس، في موضة جديدة عاملينها العشاق، انه قفل بيكتبوا عليها اسم الحبيب والحبيبة ويسكروه ويقفلوه ويخلوه ده ذكرى. فراحت مسكته وبتقول لي ايه ده؟ قلت لها دي موضة جديدة في باريس وبيحطوا اسماء العشاق وهيدا. فقلت لها انت كتبتي كده انت وفرانسوا ميتيران؟ قالت لي سيتي لامور دو ما في، كان حب حياتي. وفتحت فتحت السيدة الأولى من قفل، عوض أنا ما لقيتش المفتاح هي لقيته. حلو حلو حلو. هونيك بلش الانترفيو. هي جامدة مثل نشوة تماما. عطيات؟ عطيات شو؟ هلا بتلفن لي بعدين. شو القصة؟ أول ما فتحت الأتوليه بدبي كان بيلزمني طبعا سكرتيرات وكذا وهيك، فبنطلبهم نحن بيجوا عادة من برا. فما وصلت السكرتيرة، وصلت خياطة، الخياطة طبعا جاي من فيليج كانت أو شيء يعني. فدربت قلت لها أول ما يجي زباين أو شيء ممكن تستقبليهم تسألهم تشربوا كوفي كذا، وإذا رن التليفون أي تليفون بترن بتردي بتقولي ألو، على أساس وليد عطلة الأتليه اسمه، قلت لها بتردي بتقولي ألو وليد عطلة مين معي، وبتسجلي الاسم وممكن تتصلي فيه. قلت لي أوكي خلص اي شيء؟ قلت لي لا. انا طمنت بالي، طلعت لبرا محل قلت لها جرب اتصل فيها لشوف شو بدها، اعمل تيست ايه لحتى اشوف شو بدها تجاوبني او لحتى تاخذ رقمي او شيء. قلت لها الو؟ قالت لي الو، عطيات علي عبد السلام على الحمامه. ايوه مين معايا؟ حلو سكر. عطيات علي عبد السلام على الحمامه. ايوه مين معايا؟ قلت لها كيف عم بتقولي عطيات علي؟ قلت لي ازاي اقول ايه؟ قلت لها قولي وليد عطلة. قلت لي لا، كل واحد بيقول اسمه، انت قلت اسمك، انت اسمك وليد عطلة وانا بقول اسمي، اسمي عطيات. نشوة شو هيدي؟ مس داوود، حضرتك مس داوود؟ انا اسمي نشوة. ايه مصطفى سيد داوود، داوود ده جدي اللي بعيد خالص اللي انا مع يعني ما بقولش اسمه اساسا. انا متربية في مدارس عربي وكنت بغش عشان انجح واجيب درجه النجاح بالعافيه بعد ما غش. المهم جالي اعلان المفروض اصوره، والاعلان كان هيتصور في امريكا. فلما اختاروني قلت لهم طيب بالنسبه لامريكا يعني لغه انجليزيه؟ قالوا لي اه. قلت لهم انا لغه انجليزيه؟ قالوا لي لا، انت هتقولي الاعلان باللغه العربيه. قلت لهم ايوه بس على ما اوصل امريكا في الطريق لازم اتكلم لغه انجليزيه. قالوا لي اه دي مشكله. طيب ما تعرفيش نشوة؟ قلت لهم اه امشي حالي حد يقول لي جمله فاقعد اركز افهمها في ساعه عشان ارد عليها عايز ثلاث سنين. فقال لي بصي احنا هنركبك الطياره هنديكي الحد اللي هي المضيفه، هي هتنزلك في مطار كينيدي، هتلاقي واحد واقف مستنيكي بيافطه عليها اسمك، تروحي للواحد ده ومالكيش دعوه يعني هو هيتصرف. اوكي. رحله السفر طويله، نزلت مطار كينيدي عماله قلت انا اسمي نشوة، ف يعني قلت ابتدي بحرف الان طبعا نشوة، فادور على اي حاجه فيها حرف الان واكمل بقيتها يعني مثلا نيكول مش عارفه ان انا كل الانات خلصت ومفيش نشوة. نص ساعه ساعه الناس كلها اللي معاها يفط ابتدت تاخد الناس اللي تبعها ويمشوا، انا مفيش نشوة. قلت ايه طب معيط يمكن لما عيط حد معدي يقول لي مالك فاقعد اشرح له فيساعدني. ف كل الامريكان معديين رايحين جايين في المطار ولا حد عبرني. قلت لما علي صوتي شويه يمكن مش سامعين، فابتديت معديين رايحين جايين محدش عبرني. قلت لا اتشحتف بقى يمكن يخلوا عندهم دم. اتشحتفت محدش عبرني، ساعه بعيط محدش بيعبرني. لا قلت اعيط من قلبي بقى، عيطت بجد لاني مرعوبه هروح فين مش عارفه، لا لا ارجع ولا اجي ولا هروح فين. قعدت بقى انهيار بقى عيط عيط جامد. واحد معدي قال لي شو بيكي؟ شو بيكي دي يعني لبناني او؟ قلت له حضرتك مصري يعني اي حد بينطق عربي؟ قال لي في ايه؟ قلت له اصل انا جايه. وقالوا لي واحد هيستناكي امشي عبرني وانا مش عارفه اروح فين. قال لي طب وريني باسبورك. شاف بصيت لقيته راح باصص لي بصه حسيت انه عايز يضربني بالبنيه. قال لي اسمك اهو. واحد واقف بيني وبينه مترين ماسك يافطه عليها ميس داوود. طب انا
قالوا لي يا اسطى عليها اسمك مش اسم جدك. طب انا هفهم انا ازاي بقى؟ يلا حلو. يلا حلو كتير. حلو شو بدي اقول لكم؟ يعني ما بيشبع منكم. فبشكركم كتير نشوى، وليد، بلال، بدرية، ونقولة اهلا وسهلا فيكم. كانت حلقه كتير مهضومه وكتير قريبه من القلب. تحياتنا لكم جميعا، وطبعا للمشاهدين اللي شافونا الليله. برجع بذكر للاشخاص اللي ما تابعونا بيقدروا يتابعونا اونلاين، والفيسبوك والتويتر عم يبرقوا امامكم على الشاشه. وبنلتقي مجددا الاسبوع الجاي مع حلقه جديده وضيوف جداد. الى اللقاء. مثل العاده بنختمها مع الغناء، وبترك لك الك الكلمه الاولى. شو بتختار وشو بتسمعنا لنا وللمشاهدين؟ يلا. قال الغوى انت الهوى انت الجمال، انت السحر انت العياء والدلال. والصبح قلبي يشوف حاله بنجمته، بتصير حدك نجمته مثل الخيال مثل الخيال. وردتك عطر الهوى، قلبك الحلم الغني، ضحكتك كلها غوى، طلتك تسوى الدني بتسوى الدني. وردتك عطر الهوى، قلبك الحلم الغني، ضحكتك كلها غوى، طلتك تسوى الدني. تسوى الدنيا يا باي. لفتات عينك جرح قلوب البشر، نسمات روحك للهوى، كل الخبر مين القمر أحلى كتير من القمر من القمر. مين القمر أحلى كتير من القمر، غصنك انمال قلب الحجر غنى ومال. قال الغوى انتو الهوى انتو الجمال، انتو السحر انتو العياء والدلال. والصبح قلبي يشوف حاله بنجمته، بتصير حتكون نجمته مثل الخيال، بتصير حتكون نجمته مثل الخيال. يا باي يا باي يا باي يا باي. محلى جمالك يا صبا يا بلادي، غمجك دلالي سحرك فوق العادي. هاي محلى جمالك يا صبا يا بلادي، غمجك دلالي سحرك فوق العادي. ما بتسوى الدنيا لولاك، وما بتحلى السهرة بلاك. سبحان الله العطاك محلى جمالك صبا يا بلادي، ما في مثل لا لا لا. صبا يا بلادي يلبق لتشوف بحالك، صبا يا بلادي.
في مثل لا 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 صبايا بلادي يلبق لا تشوف بحالة بزوقة وجمالة زحرة ودلالة عمري كرمالة لصبايا بلادي ما بتسوى الدنيا لولاكي ما بتحلى السهرة بلاكي سبحان الله العطاكي محلى جمال يا بطلوا حبابنا طلوا نسم يا هبلادي بين ربوعنا حلوا نحكي سهرات الوادي بالفيات غنينا عالميات تلاقينا عالاغصان محلوا ينسانا الطير الشاب يا بطلوا حبابنا طلوا اهلا بمصر يا اهلا أنا حلو ومن الجزائر يا أهلا بالفيات غنينا ومن تونس الخضرا نحن من بعيد نحديلو عن حب جديد نحكيلو نحن من بعيد نحديلو عن حب جديد نومين عالسمر الغيب نومين من خمر العيد يسقين عالسمر الغيب نومين من خمر العيد يسقين يا بطلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا تحت سهرات الوادي بالفيات غنينا عالميات تلاقينا عالاغصان محلوا ينسانا الطير الشامي يا بعالاغصان محلوا ينسانا الطير الشامي طلوا حبابنا طلوا الله الله الله